أفضل وأقوى كاشف عن الكنوز الذهبية لعام 2023 والأحدث والأدق من حيث النتائج. وأصغر كاشف يشمل جميع الأنظمة سواء كانت الأنظمة الاستشعارية أو الأنظمة التصويرية. جهاز الجولد فيجن المقدم من مصنع جيو جراوند الألماني. طبعا بإجمالي 6 برامج كاشفة للمعادن. نتعرف معكم على هذه الأنظمة. في البداية نظام البايونيك، نظام الأيونيك، نظام العمق الذكي اللي بيحدد لنا عمق الدفين في السنتيمتر في باطن الأرض، وأيضا نظام الوضع الحر، نظام بعيد المدى اللي بنقدر من خلال نحدد نوع الهدف اللي بنبحث عليه سواء كان العروق الذهبية، الحديد، البلاتينيوم، الفضة، البرونز، تجويف، نحاس، الماس، أحجار كريمة، خام الذهب، الكنوز الذهبية على سبيل المثال. أيضا نقدر نختار نوع التربة سواء كانت صخرية، رملية، حجرية، تربة رطبة أو عالية التمعدن، تربة قليلة التمعدن أو تربة طبيعية. طبعا نقدر نختار المسافة، الجهاز بيبحث معانا لمسافة 3000 متر كمدى أمامي، وأيضا عمق الجهاز بيقدر يبحث معانا لعمق 40 متر في باطن الأرض على سبيل المثال 13 متر. من ثم بنبدأ في عملية البحث. وأيضا معانا النظام التصويري ثلاثي الأبعاد. طبعا بعد عملية التصوير بيتكون عندنا مجسم مثل ما احنا ملاحظين. طبعا دلالات هذه الألوان، اللون الأحمر اللي هو بدلنا على المعدن، اللون الأزرق اللي هو بدلنا على الفراغ. طبعا نقدر نعرف معانا الأعماق، بيظهر لنا الأعماق في السنتيمتر في باطن الأرض.